أول تقليد واضح لآيفون 14 برو وأضخم عملية تسريب يعرفها التاريخ وأسبوع صعب لشركة أبل. أهلا بك في نشراتك. ونبدأ النشرة مع هاتف شاومي القادم. هاتف استنسخ فكرة الجزيرة في آيفون 14 برو بعدما سخرت من الفكرة بعض الشركات، ولكن الآن الجميع يمشي على خطى الآيفون. سخرت شاومي من شركة أبل وهاتفها آيفون 14 برو، والآن تنسخ فكرة الجزيرة الديناميكية أعلى شاشة الهاتف وتضعها في هاتفها القادم. لم تمضي أسابيع قليلة على إطلاق آيفون 14 برو ماكس مع الجزيرة العلوية والتي أطلقت عليها اسم دايناميك آيلاند، والآن حان دور انتشار هذه الفكرة. أول الشركات التي سعت على خطى أبل هي شركة شاومي الصينية مع هاتف سيفي 2. الشركة نشرت صورة تشويقية توضح أنه قادم مع هذه ميزة وثقب يستوعب كاميرا سيلفي على طريقة آيفون 14 برو، وتبلغ دقة كاميرا شاومي الأمامية 32 ميجا بكسل، وهذه المرة اختارت شاومي إضافة عدستين بدلا من واحدة. وفي أول تعليق رسمي لها على نقل هذه الفكرة قال مدير في الشركة إن الهاتف يركز على جودة الكاميرا الأمامية، ولهذا تم تخصيص مساحة كبيرة لها في الشاشة الأمامية عبر عدستين. ووعد المستخدمين بصور سيلفي عالية الجودة، وتحتوي الكاميرا على نظام يرفع سرعة التقاط الصور وسرعة الغالق في جميع المواقف بما في ذلك الوضع الليلي وامتصاص أكبر للضوء. سيكون الهاتف الذكي بسماكة 7.23 مليمتر ومعالج سناب دراجون 7 الجيل الأول، ومن المحتمل أن يكون سيفي 2 متاحا خارج الصين على عكس الجيل السابق، والاسم التسويقي الدقيق غير معروف حتى الآن. البطارية تبلغ 4500 ميلي أمبير وسرعة شحن بقدرة 67 واط لشحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 40 دقيقة. سيتم الكشف عن الهاتف يوم 27 من سبتمبر، ورغم الحديث أن شاومي استنسخت هذه الفكرة من أبل، لكن هناك من يرى أن صاحب الفكرة الأصلية شركة LG مع هاتف V10 حينما صدر بشريط إشعارات علوي عبر شاشة ثانوية. كان أسبوع صعب على شركة أبل لحل المشاكل المختلفة في نظام تشغيل iOS الجديد ومشكلة اهتزاز الكاميرا في آيفون 14 برو. هيا نعرف القصة كاملة. That's all the news about iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, and iPhone 14 Pro Max. احتفلت هذا الشهر شركة أبل بإطلاق عائلة آيفون 14 وآيOS 16، وتفاخرت بالأرقام القوية التي حققتها في العام الأخير. لكن كما كل عام، لا يخلو الأمر من بعض المنغصات على الشركة مع ظهور بعض المشاكل. هذه المرة هجمت المشاكل الشركة من كل جانب، ابتداء من مشاكل الاتصال مع فيستام، ثم كاميرا آيفون 14 برو المهزوزة، مرورا باستهلاك لوحة المفاتيح لطاقة عالية من البطارية، ومشكلة إصلاح الآيفون، وانتهاءا بمشاكل نظام التشغيل iOS 16 وثغراته. بالنسبة لكاميرا آيفون 14 و 14 برو، واجه بعض مالكي الهاتف مشاكل في خدمتي فيس تايم وآي مسج من خلال تعطلهما حتى مع التحديث iOS 16.0. وقد اعترفت أبل بوجود مشكلة. كما أبلغ بعض المستخدمين أن الهاتف يصدر أصواتا ويهتز عندما يحاولون التقاط صور باستخدام تطبيقات تابعة لجهات خارجية مثل سناب شات وتيك توك، ما يؤدي إلى تشويه صور الكاميرا بشدة. وقام بعض مستخدمي يوتيوب أيضا بتوثيق هذه المشكلة، وأطلقت الشركة التحديث الفرعي iOS 16.0.2 للجميع ليحل مشكلة اهتزاز الكاميرا. المشكلة الثالثة تتعلق بلوحة المفاتيح اللمسية مع نظام التشغيل iOS 16، حيث سجلت بعض التجارب أن ميزة الاهتزاز والصوت تؤثر سلبا على عمر البطارية، ويمكن إلغاء هذه الميزة من الإعدادات الخاصة بلوحة المفاتيح، مع ملاحظة للشركة أن هذه الميزة قد تؤثر على عمر بطارية الآيفون. أما فيما يتعلق بصيانة الآيفون الجديد، أجرى فريق iFixit تفكيكه السنوي لنماذج آيفون الجديدة لمعرفة مصنعيتها وما هي المكونات والتقنيات التي استخدمها، وربما الأهم من ذلك مدى سهولة إصلاح الهاتف من محلات الصيانة. قد يبدو آيفون 14 مشابها لآيفون 13 من الخارج، لكن هناك إعادة تصميم كبيرة للأجزاء الداخلية. في آيفون 14 يمكن فتح كل من الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف لإجراء الإصلاحات، وقد أبدى الفريق إعجابه بهذه الفكرة. أما فيما يتعلق بنسختي برو وبرو ماكس فالأخبار على العكس ليست جيدة، فهما مثل آيفون 13 من حيث الصعوبة، خاصة في إصلاح الزجاج الخلفي لا سيما التكلفة، حيث سعر أبل لإصلاح الزجاج الخلفي في آيفون 14 برو ماكس هو 549 دولاراً.
أكبر أوسع وأضخم عملية تسريب يعرفها تاريخ ألعاب الفيديو، هكذا وصفت الصحافة تسريبات لعبة GTA 6 القادمة. فماذا ردت الشركة؟ الأكبر في تاريخ روكستار، الأضخم في تاريخ ألعاب الفيديو، هذا ما عنونت به الصحافة قبل أيام بعدما استيقظنا على التسريبات الواسعة للعبة المنتظرة وبشدة GTA 6. تسريبات لم تجد شركة روكستار مجالا للهرب أو المراوغة، واعترفت أن التسريبات تعود للعبة فعلا. التسريبات عبارة عن مقطعي فيديو تجاوزت مدتهما 40 دقيقة كاملة. المسرب مجهول الهوية كشف أن المقطعين من نسخة تجريبية للعبة. الفيديو الأول لشخصية نسائية تسطو على أحد الأماكن، والشخصية الموجودة في المكان تفاعلت مع المرأة بطريقة أكثر واقعية، ثم تهرب بالسيارة لتنطلق مطاردة مع الشرطة. ويلاحظ أن مستوى الذكاء الاصطناعي مثل إبلاغ الشرطة عن اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة. أما مقطع الفيديو الثاني مدته لا تتجاوز دقائق، ويحتوي على حوار بين شخصيتين مع شخصية ثالثة تراقب ويحمل اسم جيسون. الصحافة تكلمت أن المسرب مراهق يبلغ من العمر 17 عاما ويسكن في العاصمة لندن، وقد اعتقلته الشرطة. وقبل اعتقاله قال إنه ما زال يمتلك معلومات وصورا من داخل النسخة الأولية من اللعبة، وفعلا أفرج عن أكثر من 90 مقطعا وصورة داخل اللعبة. كما أعلن عن امتلاكه للكود المصدري للعبتي GTA 5 ولعبة GTA 6، ثم رفع مستوى التحدي وأعلن استعداده للمساومة مع روكستار بخصوص الكود المصدري، وهو ما اعتبره كثيرون عملية ابتزاز علنية. وأعلن أنه قام ببيع الكود المصدري للعبة GTA 5 مقابل 100,000 دولار، ومعلومات مصدرها المسرب فقط ولم تؤكدها جهة أخرى. وامتلاكه للكود المصدري يعني أن اللعبة خاضعة للتعديل والتطوير من قبل مالك هذا الكود، ولم يعد تغييرها حكرا على الجهة المطورة فقط. روكستار كانت ردة فعلها هادئة في الساعات الأولى من التسريبات، ثم لوحظ إغلاق قناة تليجرام الخاصة بالمسرب، ثم أكدت رسميا صحة هذه التسريبات. وقد أثبتت هذه التسريبات غالبية ما نشر سابقا حول اللعبة، من بينها تاريخ موعد الإطلاق في 2025. إن كنت ممن يؤمنون بنظرية المؤامرة، هل تعتقد أن روكستار تقف بشكل أو بآخر حول حملة التسريب كتسويق ضخم للعبة وتداول اسمها أكبر قدر ممكن في الأخبار، أم أن الشركة لا ترغب بالمجازفة والمخاطرة؟ شاركنا رأيك. نرى ونسمع ونقرأ شبه يوميا حوادث مخيفة مرعبة حول إدمان الإنترنت وألعاب الفيديو، خاصة مع الأطفال والمراهقين. نستعرض لكم اليوم حل المشكلة مع تقديم جوائز. في عام 2012 صدر فيلم ديسكونكت ليستعرض النتائج الخطيرة حول منح الأطفال والقُصّر الحرية الكاملة والواسعة على الإنترنت ودون أي رقابة، وكيف انتهى المطاف ببعض المراهقين إلى مصير مرعب. البعض اعتبر ذلك يومها مبالغة في السرد والاستنتاج، ولكن نشرات الأخبار في السنوات الأخيرة لا تخلو من حوادث أشنع. من هنا جاءت فكرة تطبيق فامي سيف، ويهدف إلى غاية واحدة، التوجيه الإيجابي الأبوي نحو استخدام آمن للإنترنت من قبل الأبناء. يقدم البرنامج العملي المساحة الكافية لتوجيه القاصرين على استخدام الأجهزة دون إدمان، سواء الإنترنت أو الألعاب، وليس فقط عبر التحكم والسيطرة المزعجة للأبناء، بل تدريبهم على التحكم بوقت الاستخدام وطبيعة المحتوى المستخدم وتنبيههم من الأثار الضارة للاستخدام واللعب المفرط. كما يجنب الأبناء من الوصول إلى المعلومات غير المرغوب بها، مثل المواقع الإلكترونية الحساسة أو أي شيء يشجع على عادات سلوكية سيئة مثل التنمر. كما يمكن التعرف على موقع طفلك إذا كان ذاهبا إلى المدرسة أو المنزل، واكتشاف الصور غير اللائقة على هواتفهم أو الرسائل النصية القصيرة المشبوهة. ويقدم مطورو التطبيق الآن جوائز بقيمة 1,000 دولار للمستلزمات المدرسية، وبطاقة هدايا أمازون بقيمة 500 دولار، وبطاقة أمازون ثانية بقيمة 100 دولار. كما أن هناك جوائز باشتراك مجاني في التطبيق لمدة 3 أشهر. المطلوب المشاركة في المسابقة عبر تطبيق جليم الموجود في الوصف، وأول تعليق مثبت مع رابط تحميل التطبيق. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن رأيهم بفكرة الجزيرة في الهواتف الذكية. يرى غالبية متابعينا أن تطوير وتقديم فكرة الجزيرة من أبل لهي فكرة رائعة وسلسة جدا للتجربة في عرض الإشعارات، ويعتقدون أن باقي الشركات في طريقها إلى تقليد هذه الميزة وتضمينها في بعض أجهزتها، بل ربما جميعها، عبر توفير خيار لتفعيلها أو تعطيلها.
مضيفين أن اقتباس الميزة أمر متوقع منذ الإعلان عنها في مؤتمر أبل، فتصميم الآيفون أصبح على بعض أجهزة الأندرويد، وحتى واجهة الكاميرا يتم اقتباسها، فالعديد من الأمور التي تقدمها أبل تعمل الشركات الصينية على إضافتها في أجهزتها لإغراء المستخدم بالحصول على جهاز مشابه للآيفون بسعر رمزي. لمن يود مشاهدة تقريرنا عن الآيفون الجديد، تجد الرابط في الوصف أسفل الفيديو. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. تسريب صور واضحة لهاتفي شاومي 12 تي وتي برو، ويظهر مع تصميم تقليدي. الشاشة ستكون 6.7 إنش وكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل. تقرير صيني يقول إن هاتف جالكسي S23 سيأتي مع قدرة شحن 25 واط، ورغم أن القدرة أقل رقميا من S22 ألترا، ولكن عملت سامسونج على تحسين السرعة. ونبقى مع سامسونج. تقرير يؤكد أن أندرويد 13 مع واجهة One UI 5 سيصل هذا العام لمجموعة هواتف للشركة مثل S22 وجالكسي S21. منصة يوتيوب تعلن أنها ستقدم فرصة الربح من مقاطع الفيديو القصيرة اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك حسب عدد المشاهدات. لايك وشير لدعمنا، ولا تنسوا مشاهدة حلقتنا السابقة. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.